الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات أولى ثانوي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء. أيضا في هذا الفيديو جبت لكم موضوع رائع رائع جدا لمراجعة الاختبار القادم إن شاء الله، بتاع الاختبار الفصل الأول. إذا دروس الفصل الأول قريت الحصر، المقارنة، قريت المجالات، وقريت أيضا قيمة المطلقة، وقريت البرهان على المساواة. إذا عندنا هنا ثلاث تمرينات، هنا ما كاش فيه الدوال. إذا في الموضوع القادم إن شاء الله راح نجيب لكم تمرينات على الدوال، ولكن أقول لكم أن دروس الرياضيات موجودة على قناتي مرتبة منظمة، فيه الدوال، فيه تمرينات على الدوال، فيه الفروض والاختبارات، هذا فقط زده لكم من عندي. إذا نبدأ على بركة الله. التمرين الأول عليه 7 نقاط. طبعا للملاحظة فقط أن هذا الموضوع هو موضوع 2023-2024، إذا عرض على إحدى الأقسام. إذا قلت التمرين الأول هو على 7 نقاط، وهو على أجب بصحيح أو خطأ على الجمل التالية مع التعليل. مثل هذا النوع التمرين راح تلقاوه يعني كثيرا منذ السنوات الأولى ثانوي إلى غاية مرحلة البكالوريا. إذا راح نتعلم هنا كيفية إجابة على مثل هذه التمرينات. ثم بعد ذلك عندنا التمرين الثاني على المقارنة، فيه المجالات أيضا. ثم بعد ذلك التمرين الثالث على البرهان على صحة مساواة. إذا أقول لكم بالتوفيق للجميع، يلا مع بعض نبدأ التمرين تمرين. نبدأ اليوم في هذا الفيديو بالتمرين الأول. إذا الغرض من القناة ليس إعطاء الحلول، ولكن المنهجية الصحيحة للإجابة على التمرينات. يلا نبدأ مع بركة الله ونقول بسم الله. يلا مع بعض نبدأ مع التمرين الأول. قلت يقول أجب بصحيح أو خطأ على الجمل التالية مع التعليل. نبدأ بالجملة الأولى، يقول إذا كان أ يساوي 2 ناقص جذر 3 فإن أوس 2020 أصغر من أوس 2021 أصغر من أوس 2022. هنا راح نستعمل إحدى المبرهنات اللي قريناها في الدرس، اللي هي كالتالي. هنا عندنا إذا كان عندنا أ تاعي محصور بين الصفر والواحد، فإن واش قلنا؟ فإن أوس 3 راح يكون أصغر، شوفوا معايا، أصغر من أ أس 2 وأصغر من أ أس 1. إذا هنا كي يكون محصور بين 0 و1، إذا راح يكون الترتيب التصاعدي كالتالي. شفتوا معايا الأس هنا، نبدأ بالأكبر ثم نجي تصاعديا، هنا أس 1. هنا يقول العكس، العكس. شوفوا معايا هنا عندنا أوس 2022 يكون أكبر من أوس 2021 ويكون أكبر من أوس 20. هنا فقط كيمد لكم مثل هذا السؤال، لازم نتحقق، إذا نتحقق أن أ تاعي محصور بين 0 و1. كيف ذلك؟ راح نحسب قيمتها. هنا أ تاعي ماذا تساوي؟ احنا قلنا أن أ تاعي تساوي 2 ناقص جذر 3. نحسبها بالآلة الحاسبة راح نلقاها بالتقريب 0.27، و0.27 محصور بين الواحد أو محصور بين 0 و1. يعني إذا نقول يعني وش معنتها؟ معنتها أ، شوفوا معايا، أ أس 2020 راح يكون هنا أكبر وليس أصغر من أ أس 2021، ويكون أكبر من أوس 2022 وليس أصغر، وبالتالي راح نكون الفرضية الأولى خاطئة. إذا هذا هو التعليل، ونكتب 1 خاطئة. إذا نكتب 1، إذا الفرضية 1 خاطئة، هذا هو التعليل والإجابة. نجي للفرضية الثانية، وش مدولنا؟ يلا نقرأ مع بعض التمرين. وش يقول ثانيا؟ يقول إذا كان ب تاعي محصور بين 3 و4 وأ محصور بين 2 و8، فإن 2AB على أ مربع زائد ب مربع محصور بين 3 على 20 و64 على 13. إذا نكتب إذا كان، يعني دائما نسبق بالفرضية، نكتب
المعطيات تاعي وش عندي. إذا كان الآن أ تاعي محصور بين 2 و8 و ب تاعي محصور بين 3 و4، وش يقول؟ فإن وش تخرج لي؟ قالكم فإن، نكتب الفرضية كما هي، فإن يقول أن 2AB على A مربع زائد B مربع راح يكون محصور بين 3/20 و 64/13. كيف ذلك؟ هل هي صحيحة أم خاطئة؟ لا نعلم. إذا نكتب التعليل، إذا نروح للتعليل ونشوف. إذا لقيناها صحيح نقول أن الفرضية صحيحة، ولا لقيناها خاطئة نقول الفرضية خاطئة. إذا نبدأ على بركة الله. إذا دائما أنطلق من الفرضية، أنطلق من A. إذا نقول لدينا، شوفوا معايا، لدينا A أصغر أو A محصور بين 2 و8، إذا هنا، و B محصور بين 3 و4. إذا هذه هي المعطيات تاعي، لازم أصل، لازم ندير حصر لاثنين AB على A مربع زائد B. إذا نحسب، نقول نحسب حصر أو نجد حصر 2AB على A مربع زائد B مربع. إذا هنا واش راح ندير؟ أول عملية راح نبداو باثنين AB، هذه هي العملية الأولى. إذا راح نبداو نديرها لكم. أولا ندير حصر 2 في A في B. ثانيا واش ندير؟ ندير حصر، شوفوا معايا، A مربع زائد B مربع اللي هو المقام، هذه هي الخطوة الثانية. ثم الخطوة الثالثة، شوفوا معايا، ثالثا ندير، لأن هذه الكتابة 2AB على A مربع B مربع يمكن كتابتها على الشكل التالي، شوفوا معايا، A مربع زائد B مربع يمكن كتابتها على الشكل 2AB في 1 على A مربع زائد B مربع، ممكن كتابتها على هذا الشكل. إذا ثالثا نحصر مقلوب A مربع زائد B مربع، يعني A 1 على A مربع زائد B مربع. ثم الخطوة الرابعة وشنو هي؟ راح نضرب، الآن ما عدناش، لأن ما عدناش القسمة في الحصر. إذا ندير رابعا حصر 2AB في هذا المقلوب اللي هو 1 على A مربع زائد B مربع، طبعا بتطبيق كل الخواص تاع الحصر. شوفوا معي، نبدأ على بركة الله بالخطوة الأولى، ندير حصر 2 في A في B اللي هي 2AB. نبدأ وش عندي؟ عندي A محصور بين 2 و8، إذا و B محصور بين 3 و4. يلا مع بعض، إذا باش نتحصل على 2AB وش ندير؟ أولا يا إما نضرب A في 2 ونضرب في B، أو ندير A في B ثم نضرب المتباينة تاعي في 2. إذا نقول بضرب طرف لطرف، هنا الأعداد موجبة، إذا عندي الحق نضرب طرف لطرف. إذا نقول نضرب طرف لطرف نجد، طبعا الأطراف المتباينة، راح نجد A في B، إذا هذا في هذا محصور بين 2 في 3 و8 في 4. إذا هنا 2 في 3 وهنا 4 في 8. إذا A B تاعي واش يخرج لي؟ A في B محصور بين ماذا وماذا؟ راح يكون محصور بين 6 و32، ولكن ما عنديش A B، عندي 2 في A B. نقول نضرب أطراف المتباينة في العدد 2. إذا العدد 2 موجب، إذا ما يغير ليش أطراف المتباينة. إذا راح تصبح لي 2 في 6 أصغر من 2AB أصغر من 32 في 2، أتحصل على التالي 2 في 6 12.
إذن تحصل على 12 أصغر تماما من 2AB، أصغر تماما 32 في 2 64. هذه المتباينة، إذن هذه أول متباينة تحصلت عليها 2AB، راح نخليها ونسميها 1. نجي وش قلت الخطوة الثالثة، ندير حصر A مربع، A مربع زائد B مربع. إذن ندير حصر، إذن حساب حصر، غادي نمشي لكم خطوة بخطوة باش دائما نفس الشيء في جميع التمرينات. كيف راح ندير حصر A مربع زائد B مربع؟ دائما نولو للفرضية تاعي. وش عندي؟ عندي A محصور بين 2 و 8، و B تاعي محصور بين 3 و 4، كلها أعداد موجبة. إذا نقول نربع أطراف المتباينة، نربع أطراف المتباينة. وش نلقى؟ نجد ماذا؟ نبدأ بالA، إذا نربع A مربع، وهنا نربع لأن عندي أعداد موجبة، إذا تولي لي 2 مربع أصغر من A مربع وأصغر من 8 مربع. أيضا نربع أطراف متباينة تاع B، إذا هنا 3 مربع وهنا 4 مربع، هذه تكافئ. ماذا تكافئ؟ إذا A مربع تاعي راح يكون محصور بين 4 وهنا 64، ب مربع محصور بين 9 و 16. الآن نجمع طرف لطرف، إذا نقول نجمع، يعني نطبع الخطوات خطوة بخطوة، نجمع طرف لطرف، نجد يعني هذه الأطراف نجمعها، هذه نجمع الأربعة مع 9، وش نتحصل؟ 4 زائد 9 راح نتحصل على 13، أصغر من A مربع زائد B مربع، نتحصل على A مربع زائد B مربع، أصغر من 64 زائد 16، تخرج لكم 80. ثم بعد ذلك الخطوة التي تليها وش قلنا؟ راح ندير حصر مقلوب A مربع زائد B مربع. إذا هذه نديرها في إطار، ثم بعد ذلك نقول حساب مقلوب A مربع زائد B مربع اللي هو 1 على A مربع زائد B مربع. إذا عندي الأعداد موجبة، نقلب أطراف المتباينة، إذا نقلب 13 نتحصل على ماذا؟ نتحصل على 1 على 13. طبعا كي نقلب أطراف المتباينة نقلب أيضا الاتجاه تاعها، أصغر يولي لي أكبر. ثم بعد ذلك 1 على A مربع زائد B مربع، ثم أكبر من 1 على 80. أتمنى فقط أن يكون الشرح لحد الآن مفهوم. الآن ما نخليهاش بهذا الترتيب، نعاود نرتبها كما موالفين ترتيب كما هذه. إذا راح نكتب 1 على A مربع زائد B مربع محصور بين ماذا وماذا؟ هذا الطرف اللي راه في الأيمن نجيبه للطرف الأيسر لهذا المكان، يولي لي 1 على 80. أما هذا الطرف اللي هو 1 على 13 راح نجيبه لهذا المكان، يولي لي 1 على 13. حصلنا على المتباينة التالية. الآن هذه نسميها مثلا 2، ثم الآن عندي 1 على A مربع زائد B مربع محصور بين 1 على 80 و 1 على 13. الآن نجيب الحصر تاع 2AB تاعي اللي لقيته من قبل، شحال قلنا؟ قلنا محصور بين 12 و 64. إذا نكتب 12 و 64. واش راح ندير هنا؟ نقول هنا بما ان راني متباينة تاعي راهي محصورة بين اعداد موجبة، نقول نضرب اطراف المتباينة، اطراف المتباينة طرف لطرف، نجد يعني نضرب 1 على 180 في 12 راح نلقاه 12 في 101 في 1 على 80،
أصغر من 2AB، 2AB في 1 على A مربع زائد B مربع أصغر من 64 في 1 على 13. إذا نتحصل على 12 على 80 أصغر من 2AB على A مربع زائد B مربع أصغر من 64 على 13. طبعا نلاحظ أن 12 على 80 ممكن هنا نقسم على 4 وممكن هنا نقسم على 4، نبسط هذا الكسر نتحصل على 3 على 20 أصغر أو تساوي، إذا عبارة 2AB على A مربع زائد B مربع ما هي إلا B أو عفوا ما مدولوش اسم، لا نخليه كما هو. إذا هي 2AB على A مربع زائد B مربع محصور بين أقل من 64 على 13. نلاحظ أن هي نفس النتيجة اللي مدوها لنا في التمرين. إذا نقول أن الفرضية 2، إذا نقول الفرضية 2 صحيحة. أتمنى فقط أنني يعني شرحت لكم بطريقة مبسطة جدا جدا. إذا نتابع السؤال الثالث. وش يقول السؤال الثالث؟ شوفوا معايا السؤال الثالث يقول إذا كان X، إذا نمحي كل هذا، إذا يقول السؤال الثالث هنا، يقول السؤال الثالث، نجي للسؤال الثالث وش يقول ثالثا، يقول إذا كان، إذا نكتب أيضا الفرضية تاعي، إذا كان عندي المعطى هو X أصغر أو يساوي من ناقص واحد يكافئ، وش يكافئ؟ يكافئ 3x ناقص 2 الكل مربع يكون أصغر أو يساوي 1. يلا يلا مع بعض نتحقق. إذا دائما أنطلق من الفرضية، يقول إذا كان، إذا عندي x أصغر أو يساوي من ناقص 1، هنا مطلوب مني ندير حصر أو نشوف 3x ناقص 2 الكل مربع هل فعلا أقل من الواحد. إذا أنطلق من هذه الفرضية، شوفوا معايا وركزوا معايا. إذا أقول إذا عندنا لدينا x أصغر أو يساوي من ناقص 1، أول خطوة راح نضرب x تاعي في 3، إذا نضرب في 3، نضرب أطراف المتباينة في 3 وهنا نضربه في 3، إذا أتحصل على 3x أصغر أو يساوي من ناقص 3. نتابع، ثم عندنا ناقص 1، إذا نقول نضيف العدد ناقص 2 إلى أطراف المتباينة، نجد ماذا نجد؟ هنا كي نضيف زائد 2 زائد 2 نتحصل على التالي 3x عفوا ناقص 2، ناقص 2 وليس زائد 2، ناقص 2 أصغر أو يساوي المتباينة تاعي لا تغير من اتجاهها ناقص 3 ناقص 2، نتحصل على 3x ناقص 2 أصغر أو يساوي من ناقص 5. الآن وش مزال الخطوة التي مزات لي؟ نربع أطراف المتباينة، إذا نقول نربع أطراف المتباينة ولكن هنا حذاري ثم حذاري، نجد هنا طرف تاعي 3x ناقص 2 راه أصغر من ناقص 5 يعني عدد سالب. إذا كي نربع، إذا نتحصل على 3x ناقص 2 الكل مربع راح يكون أكبر أو يساوي وغير من اتجاه المتباينة تاعي من ناقص 5 الكل أس 2، بالك وتغلطوا في هذه المراحل. إذا نتحصل على 3x ناقص 2 مربع أكبر أو يساوي من 25، هل لقينا نفس النتيجة؟ هنا يقول أصغر أو يساوي من الواحد، إذا نقول هنا الفرضية تاعي، نمحي كل هذا، نقول الفرضية اللي هي الفرضية الثالثة
خاطئة. وبهذا نكون قد أجبنا على هذا السؤال. أتمنى أن يكون الشرح واضح. إذا وصلنا للفرضية الرابعة. وش تقول الفرضية الرابعة؟ العدد الحقيقي الغير معدوم مقلوبه من إشارتين مختلفتين. طبعا هنا نقول أنه خطأ. نمحي كل هذا. إذا الفرضية الرابعة قلت وش تقول؟ تقول العدد الحقيقي الغير معدوم، إذا العدد الحقيقي الغير معدوم يعني ما يساويش صفر، نفرضه مثلا أ لا يساوي صفر، وش به؟ مقلوبه من إشارتين مختلفتين. مختلفتين وش معناتها؟ شوفوا معنا، يعني العدد أ وواحد أ من إشارتين مختلفتين. لا، نقول خطأ. إذا نقول خطأ. لماذا؟ التعليل مدو مثال. شوفوا معايا، لأن أ وواحد أ من نفس الإشارة. أ نقول لأن أ وواحد أ من نفس الإشارة. مثال بسيط فقط، لكون ندو مثلا ثلاثة. شوفوا معايا، نمحي كل هذا. مثلا نمدو العدد مثلا أربعة على خمسة، ما نديش فقط أربعة على خمسة أو خمسة على أربعة، ناقص. هذا مقلوبه راح يكون ناقص أربعة على خمسة. شتو معايا؟ نفس الإشارة، عندهم نفس الإشارة. الفرضية الخامسة، نجي خامسا نكتب وش عندي خامسا، وش يقول؟ يقول العدد، شوفوا معايا هاوليك، العدد ثلاثة جذر اثنين ناقص تسعة على جذر اثنين ناقص ثلاثة يساوي ناقص ستة على جذر اثنين ناقص ثلاثة. يلا مع بعض نشوف. إذا هنا نمحي كل هذا. إذا شوفوا معايا، يقول العدد، إذا وش عندي؟ العدد اللي هو ثلاثة جذر اثنين ناقص تسعة على جذر اثنين ناقص ثلاثة يقول يساوي ناقص ستة على جذر اثنين ناقص ثلاثة. يلا مع بعض، يعني التحقق من المساواة. إذا انطلق من هذا الحد اللي هو ثلاثة جذر اثنين ناقص تسعة على جذر اثنين ناقص ثلاثة، وبسطه. إذا ندير خط الكسر. هنا نلاحظ أن ثلاثة عامل مشترك، إذا نديرو كعامل مشترك. هنا يبقى لي جذر اثنين نقسم تسعة على ثلاثة، يبقى لي ناقص ثلاثة على جذر اثنين ناقص ثلاثة. إذا أختزل جذر اثنين ناقص ثلاثة مع جذر اثنين ناقص ثلاثة، وش يبقى لي؟ يبقى لي يساوي ثلاثة. إذا هذه نقول أيضا خاطئة. إذا نقول خطأ، الفرضية خاطئة. إذا أتيت إلى نهاية هذا التمرين الأول.